أهلا وسهلا بكم في برنامج الأعمال بسنارتين. اليوم رح نشتغل جورب مثل هذا للأطفال، ممكن كمان يصير مثله للكبار. نحن أول شيء بنبدأ شغل من هالمنطقة حتى نوصل للنص، بنشتغل هون بعدين بنضم القطب تبع ورا مع القدام وبنشتغل آخر جزء يلي هو هذا. هلا الفكرة هون إنه أول شيء بدنا نختار عدد يقبل القسمة على 3، لأنه هذا عبارة عن 3 أقسام بالشغل. أنا رح أعمل هلا تقريبا 21 قطبة، وطبعا بدنا نخلي قطبتين من الطرف اليمين وقطبتين من الطرف اليسار مشان نخيطه من هون ومن هون. هلا رح نبدأ بالشغل. انتو ممكن تعملوا 45 قطبة. هلا بناخد خيط يكفي تقريبا 21 قطبة وبنبدأ بهالطريقة. 1 2 3 4 5 6 7. هون طبعا بتخلوا القطبة مرخية شوي مشان ما تضايقكم انتو عم تشتغلوا أول دور. هلا اللي ما بيعرف يشتغل من هذا الدور الأول، بنلف الخيط على الإبهام، بندخل السنارة، منلف لفة من تحت ومنقلبها، نرجع بهالطريقة. هي أسهل طريقة للبداية. هلا أنا بدي أرجع أعد القطب لأشوف إذا صاروا 21، وطبعا بدي أزيد 4 قطب مشان نخيطهم بالأخير منه. أهم شي يكون العدد بينقسم على 3، يعني تنتبهوا لهالشغلة. هلا انا عملت هون 25 قطبة، نربط الخيط. هلا القطب كلها بدنا نعملها على الوش، يعني ما رح نشتغل دور وش دور قفا، كلهم على الوش بهالطريقة. بدنا نشتغل مثل هذا الدور شي 6 7 ادوار على حسب كمان عرض الاجر تبع يلي كنتوا تشتغلوا. الطفل او اكبر شوي كمان بيقدروا يلبسوا يمشوا فيه على السجاد، حتى الكبار بيقدروا يعملوا بهالطريقة لإلهم، يعني كل القطب بهالطريقة. بنشك الابرة، بنلف الخيط، بنطلعها من تحت لفوق. هي نحن بسميها قطب وش، لانه قطبة القفا بتيجي من تحت بهالطريقة، ومنلف الخيط ومنسحبها. ببقى بعلمكم عليها بالأشغال الجاي. هو أول دور بيبقى أصعب شي بالشغل، اللي بيجوا بعدين بيجوا أسهل. طبعا مثل ما قلنا إنه هذا بده يضل مرخي الخيط، لأنه إذا مشدود هون صعب تدخل الإبرة، عفوا السنارة بالسنارة التانية. هلا بشتغل انا 6 ادوار، انتم ممكن تشتغلوا 10 على حسب ما بدكم تكبروا او تصغروا، بس انا هلا بعلمكم الطريقة. هلا اول دور خلاص، نقلب الشغل. هلا نفس الدور اللي خلصناه بنرجع بنعيده هون. هلا انا عملت هون 6 ادوار، هو كل روحه ورجعه بتنعاد دور 1 2 3 4 5 6، السادس دور بالسناره طبعا. هلا الطريقه بنعد من هون 1 2، هدول ما بنعدهم مع القطب تبع الشغل لان هدول بدنا نقطب فيهم. هلا هون بنعد 7، 1 2 3 4 5، هي 6 7. بعد الـ7 بنقلب الخيط مشان نعمل دور القفا. كمان بدنا نشتغل هلا 7، 1 2 3 4 5 6 7.
هلا بدنا نرجع بالشغل مشان نشتغل القسم يلي هون. انا هلا رح اشتغل بس وش قفا، يعني ما رح اعمل مثل هذا مقلم او رسمات مشان تتعلموا كيف، وبعدين بالحلقات الثانية بنعلمكم الرسمات وشلون بندخل الالوان مع بعض. هلا بنرجع، 1 2 3 4 5 6. هلا السبعة بتبين معنا، بدنا ناخد هاي القطبة مع هاي. هلا كل ما عم نروح وبنجي بنقيم قطبة من اليمين وقطبة من اليسار. هلا بنرجع، ما بنكمل الشغل للآخير، بس ما نشتغل هلا النص يلي هالمنطقة هاي. هاي ناخدها مع القطبة اللي بعدها بالقفا، يعني ما بنقلب الخيط. القطبة اللي بتجي على الوش بنضمها مع اللي بعدها على الوش، واللي على القفا كمان بنضمها مع اللي بعدها على القفا. بنرجع كمان بالشغل، هدول السبع قطب اللي بالنص دايما بنروح وبنرجع فيهم. نوصل لهون، نحن بدنا نعمل 4 قطب، يعني بنضم 4 قطب من هدول واربع قطب من الطرف الثاني، وبعدين بنكمل الشغل. ثلاثة أربعة، هاي بندخلها مع هاي وبنسحبها. هلا انا عملتهم الادوار، هذا اخر دور. هلا هاي بنضمها مع هاي، بنكمل الدور للاخير. هدول هلا 5 قطع، 3 تبع الشغل و2 تبع اللي بدنا نقطب عليهم. هلا هذا الدور، 1 بدنا نشتغل هذا الدور من دون لا، يعني ما نزيد ولا ننقص ولا نعمل اي شيء مشان القطب كلها تنجمع مع بعضها وما يضل في فراغات. مثل من هون لهون هلا بنجمعهم مع بعض بهذا الدور، وبنرجع هلا بالشغل بس قطب وش، ما عاد نعمل قطب قفا مثل وقت عملنا القسم هذا اللي بالنص. نعمل هون دورين، عملت 1 هلا الثاني. هلا خلصنا الدور، هلا بدنا نعمل الفتحات يلي مثل هاي مشان نحط بقلبهم الشريط او البند يلي بدنا نربط فيه القلشين. هذا بينعمل بهالطريقة، نعمل قطبة لفة على السنارة وبناخد تنتين مع بعض، قطبتين مع بعض، نرجع لفة وقطبتين مع بعض لحتى يخلصوا كل القطب. لفة وقطبتين مع بعض. هلا بنرجع بالدور، هي محل اللفة كمان بنشتغلها، وهدول هاي القطبة تبع التنتين اللي جمعناهم مع بعض. هذا الدور بيبقى سهل لأنه فيه هاي قطبة اللف، ما بتضايق بالشغل أبدا. هذا الدور بس يخلص نرجع بنعمل مثل قطب البداية، هدول كمان 6 أدوار مثل يلي تحت. بنكون تقريبا رح نخلص الشغل بالصوف، بيبقى علينا تزيين الجورب بهذا الشكل.
هلا سويت 6 أدوار مثل ما لكم شايفين، بدنا هلا نختمها الختمة بهالطريقة، بنقلب قطبة فوق التانية. وطبعا بدنا نخلي هون القطب كلها مرخية مشان ما يشد، قد ما بنقدر بنرخيهم القطب. بنعمل هالطريقة لحتى يخلصوا كل القطاب يلي عنا. هي آخر قطبة نقلبها فوقها، نعمل قطبة زيادة مشان ما يكر الشغل. نقطع الخيط هذا هو. هلا بنقلبها على القفا، بدنا نقطبها هيك لحد هون. نبدأ بالتقطيب من فوق أو من هون ما بتفرق. طبعا بدنا ندخل هذا الخيط بالشغل. هذا مندخله هيك بهالطريقة مشان ما يبين. احنا اذا بدنا بنقدر نقطبه بهالطريقة. تبع اللفقة هيك مشان ما يطلع له حرف كبير ويتضايقوا منه الاطفال. منقطبه لحتى يخلص لحد هون. ومنحاول احنا عم نقطب يكون كله القطب يعني تقريبا فوق بعضه عشان ما يطلع فراغات، وكمان هذا الدور يكون طابق مع هذا الدور. هلا انا خلصت، بدنا ندكك هون شريط. يلي ما عنده شريط بيقدر يعمل سنسال بهالطريقة. ممكن تحطوا هون زر. شكرا لمتابعتكم، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب. إلى اللقاء.